صبري اكيد انت طبعا فكرت في عنوان ولا ما فكرتش؟ يعني شويه. احنا لو خدناها بقى من الناحيه الثانيه بقى الفنيه، يعني كل مره احنا عندنا في ماتشات الاهلي والزمالك كده، بعيدا عن ان الماتشات نفسها دايما ليها جوها وليها اثارتها، انما دايما بيحصل حاجه قبل الماتش او حاجتين او بتاع يخلوا الموضوع يروح في حته تانية اكثر اثاره يعني. فاحنا داخلين دلوقتي على زمالك جديد مجهول الى حد كبير، مدرب بقى له ماتشين ثلاثه لسه طريقه لعبه ما ظهرتش، فهيبقى في استكشاف من النادي الاهلي لنادي الزمالك محدش متوقع قوي هم ممكن يلعبوا ازاي، خصوصا مع الراجل، ان الراجل ده مرن تكتيكيا وبيغير افكاره كتير، مش ما عندوش طريقه لعب ثابته مع الانديه اللي دربها قبل كده. فهتبقى حته برضو فيها تشويق كتير، ان احنا هنشوف الراجل ده هينزل الملعب ازاي واحنا هنواجهه ازاي. فمتوقع ان هي تكون قمه فنيه كويسه، لكن هتمشي ازاي في الملعب دي محتاجه نقعد نفكر فيها كتير، لان الراجل كان عنده مع كل نادي طريقه لعب مختلفه، ما عندوش نمط ثابت الحقيقه في ده اللعب. جوميز انت هنا بتتكلم عن جوميز. طب العنوان الصحفي ايه برضه؟ انت خلعت؟ لا انا خلعت، انا قاعد جنب صحفي كبير بقى، انا خلعت يعني. مش عايز تقول؟ لا مش عايز اقول، بكتب على الفيسبوك ماشي. مش مشكله. طيب مباراه من الناحيه الفنيه هي مباراه انا برضو متخيل ان هي هتبقى مباراه قويه جدا. عدد اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي وعدد اللاعبين الاسماء الكبيره يعني اللي تستطيع ان تتحمل مثل ضغط هذه المباراه اعتقد كبير في الاهلي، اقل شويه في الزمالك، ولكن عدد كبير برضو من اللاعبين يا صبري. هي طبعا قائمه النادي الاهلي كسكواد متكامل هي اكثر قوه وخبره وفيها اسماء كبيره، لكن عن الاصابات طبعا طبعا لكن برضو مع تعاقدات الزمالك الاخيره بغض النظر عن لو هنتكلم عن سن بعض اللاعبين او بتاع، لكن برضو الحقيقه في اسماء كبيره جدا، لكن هل وجودهم في الملعب كلهم مع بعض امر هيشكل عبء على الزمالك ولا لا، وهل فكره وجودهم كل الاسماء الكبيره دي في الناحيه الهجوميه مع بعض في الملعب ده شيء صحي بالنسبه لنادي الزمالك ولا لا، دي حاجات الملعب هو اللي هيجاوب عليها. لكن الفرقتين محملين بكم كبير من الخبرات وكم كبير من النجوم، بس اكيد في فرق واضح جدا لصالح النادي الاهلي، ان الفرقه اكثر تكاملا وفيها استقرار اكبر بكتير من انا بسمع الزمالك. الكلام ده الحقيقه من بقالنا كام يوم في هذا الامر، ولكن انا دايما بقول ان الملعب مختلف، خصوصا ماتشات الاهلي الملعب لما ال11 ضد 11 الماتشات بتبقى مختلفه والشكل بيبقى مختلف. يعني احنا الجيل السابق اللي احنا كنا اللي انا كنت بتشرف بالتواجد معاه كنا بنكسب كل الماتشات، ولكن كنا دايما كل ماتش بننزل المباراه بالنسبه لنا اصعب من المباراه اللي قبلها علشان تقدر تكسب المباراه.